تخيل كده يا علي المنشط، نرمين بدر وعمليات التجميل، ولا اقول لك الاحسن نرمين بدر والعيل اللي في بطنها من الفنان المشهور. انت مش مكسوف من نفسك يا جميل؟ ليه ان شاء الله؟ يعني انا جاي اقول لك خبر ان نرمين بدر جايه تزور واحد جارنا، تقوم انت عامل لي من الحبه قبه وشوف الخبر وشوف مش عارف ايه. طب ايه رايك بقى ان الست ممكن ترفع عليك قضيه سب وقذف ويبقى عندها حق كمان؟ ليه يا اخويا؟ هو مش جاركو ده دكتور؟ ومادام هي رايحه له يبقى اكيد بتعالج عنده. بلاش يا سيدي العيل اللي في بطنها، ننزل دلوقتي عمليات التجميل ونرمين بدر. عمليات التجميل ونرمين بدر بقى ده اسلوب مهني يا جميل. بقول لك ايه يا علي، اذا اتكلمت في المهنيه دي تاني انا هطردك من مكتبي، مش من مكتبي بس، من الجريده كلها. تعالى يا سامح. نعم يا استاذ جميل. اقعد اقعد، انا جايب لك خبر نوفي. الله على اخبارك الجميله، قول لي عليه بسرعه عشان الحق اكتبه. لا يا حبيبي، قبل ما اقول لك عليه الاول نتفق. ايه هو الاتفاق؟ انا هطلع لك مكافاه حلوه قوي، بس انا اللي هقبضها. لا كتير، انت النص وانا النص. هو انت جبت حاجه؟ بقول لك ايه، خلاص هنقسم مكافاه علينا احنا الثلاثه. ده يا سيدي حد الله، مش عايز الفلوس بتاعتكم، فلوس الاخبار المزيفه يا جميل. يا سلام، ما انت اللي جايب لي الاخبار دي. انا جبت لك معلومه انت عملت منها خبر، ويا ريته خبر عادي، دي عرض ناس يا جميل. خلاص يا سيدي، بلاش تاخد فلوس، بلاش، هقسم انا وسامح. بص يا سامح، عشان اثبت الحق. ايوه. كانت علينا احنا الثلاثة، بقينا احنا اثنين. انا هاخد التلتين، التلت بتاعه وبتاعي، وانت التلت. مش عايز ولا كلمة. بره. ده انت مدير رخم قوي. بتقول حاجة يا سامح؟ انا بقول لك حاضر. والله العظيم يعني انت مستغربة الفاتية قوي اللي احنا عايشين فيه؟ عادي يا بنت. مش مستغربة ولا حاجة يا كوكي. انت عارفة الفاتي بالنسبة للشعب المصري بقى حاجة مهمة قوي، زي الفول والطعمية والبقسماط في الشاي بلبن. طب انت سمعتي بقى عن الإشاعة بتاعت الفنانة اللي اسمها نرمين بدر؟ ايه اللي سمعت عنها؟ طبعا سمعت عنها وعايشاها من ساعة ما كانت شعيشعة صغننة كده. طب اختاري ما بين القوسين، يعني اختاري لي إجابة من الاتنين. هي جت عند الدكتور بتاعكوا اللي جاركوا ده علشان كانت حامل وعايزة تسقط، ولا اتجعت ملت وشها وعايزه تفرد وشها؟ ها اني واحده في الاثنين؟ ولا واحده من الاثنين. ايه الفتي ده، انت عملتيها فته؟ مش ممكن، مش ممكن يا كاميليا. لسه بنقول الناس بتفتي وانت بتعملي زيهم بالظبط. وانا مالي، انا ما بفتيش، انا بقول اللي سمعته بوداني. ايوه يا كاميليا، بس حبيبتي الناس ما بتقولش اي حاجه غير فتي فتي، واحنا بالذات ما ينفعش نعمل زيهم في مهنتنا دي. يبقى اكيد كانت بتعمل عمليه تجميل في اسنانها، هي دي. انا ممكن بقى اديكي في اسنانك عشان تروحي تعملي انت عمليه تجميل في اسنانك. الله، يا سلام يا علوه كده، لو كل يوم تخش عليا بخبر جديد زي ده وافبركه انا. وتفبركه ليه؟ ما تراعي ربنا يا اخي قبل ما تنزل الخبر. طب وليه؟ ما انا انزل الخبر قبل ما جاري يشم الخبر وينزله. يشم ايه؟ هو انت صحفي ولا كلب؟ الاثنين. ما انا لازم ابقى كلب عشان اشم الخبر وهو جاي من بعيد. ده هيعضني. يما شفت يا فندم؟ شفت الاشاعات اللي مغرقه البلد؟ دي بقت حاجه لا تطاق جدا يا فندم، وكله كوم بقى، والصحفيين اللي بيساهموا في نشر الاشاعات دي كوم تاني. دي قله ادب. لان الصحفي اللي بيساهم في نشر الاشاعات ما يستحقش لقب صحفي. صح يا فندم، الله ينور عليك والله، الله ينور. ايوه حبيبات، دي الطبعه الاولى من على بكره يا فندم. كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك بس تبروز لي خبر نرمين بدر يعني تخليه اعرض اكتر. يلا. مالها نرمين بدري يا فندم؟ هتعمل عملية تجميل عند الدكتور جاركو ده. دي إشاعة يا فندم، ده خبر كذب. أنا مش دعوة يا أختي. مالكش دعوة؟ مالكش دعوة يعني إيه؟ وأنت مش رئيس التحرير هنا ولا كيس جوافة؟ إنجي لو سمحتي، شوفي ألفاظك كويس قوي، وبعدين أنا ما بحبش الجوافة. يا فندم أنا مش قصدي، يعني مش قصدي الجوافة تحديدا، وين حضرتك ترضى إن حد يقول حاجة على مامتك؟ لا طبعا. يعني حضرتك مثلا ترضى ان حد يقول ان مامتك عملت عمليه تجميل وهي ما عملتهاش؟ لا بصي يا انجي، بصي انا امي عمرها ما عملت عمليه تجميل، وبعدين اخر عمليه امي عملتها كانت الجيوب الانفيه، لان بصراحه كانت قرف ابويا بيشخرها. خلاص انا هكتب خبر عن الموضوع ده واقول ان طنط الست الحاجه كانت مشخرطيه قديمه. انجي ارجوكي ارجوكي مالكيش دعوه بامي، وما تعاقبنيش بامي، عاقبي اللي قال الخبر ده. طب ايه رايك بقى ان اللي قال الخبر ده كذاب ومجنون وحيوان؟ يا سلام، استني شويه لما تعرف مين اللي قال الخبر، مش يمكن تغير رايك. انا مش ممكن اغير رايي ابدا. مين الحيوان ده بقى؟ الحيوان ده يبقى علي جوزك. ها؟
لجوزك لولو؟ آه ما هو ندي على كلب لولو برضو كيوت. إيه يا علي ده؟ أنت إزاي تنشر خبر زي ده؟ خبر إيه؟ الإشاعة بتاعت نرمين بدر. اسمي مين مكتوب؟ سامح. طب يبقى أنا مالي؟ ما هو جميل قال لي إن أنت اللي جميل يقول زي ما هو عايز، إنما أنا صحفي محترم ماليش في الأخبار الفشنك دي. والله هتشقطوني بقى البعض أنت وجميل. بقى في صحفية محترمة تقول هتشقطوني؟ أحسن ما طلع إشاعات. ما تظلمنيش يا أنجي، وعلى رأي الأستاذ علي الحجار لما بيقول بكرة هتترد كل المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. في إيه يا علي؟ أنت هتسمعني التتر بتاع ذئاب الجبل؟ ما تغنيلي تجيش نعيش أحسن. وبقول لك إيه؟ تجيش نعيش؟ استاذ جميل. نعم استاذ جميل، انت بتعمل ايه؟ نعم انت مالك؟ بقول لك يا استاذ جميل، والنبي سيب لي الفلوس الشهر ده، اصل انا مزنوق قوي. لا يا اخويا، لو مزنوق خش الحمام. ايه يا استاذ جميل الكلام ده؟ خلاص خد مرتبي كله، وعلى فكره امي بتقبض يوم 10 في الشهر، لو عايز مرتبها هجيبه لك. ماليش دعوه بامك، ماليش دعوه بامك، وما تجيبش ست امك في المجال هنا. اتفضل بره بره. ماشي ماشي ماشي. حكايه امي في الجريده النهارده. ينفع ينفع اللي حصل ده يا جميل؟ انا هموت هموت من الفرصه. يا انجي انت مزوداها زياده عن اللزوم بصراحه يعني. لا بقى مش مزوداها، لان انا كنت شاهده على الموضوع ده بنفسي. يعني انت شفتيها بنفسك وهي بتعمل العمليه؟ أوه. عارفه انا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ يعني افخخ نفسي وادخل فيكو نتفجر كلنا مع بعض عشان نرتاح. أستاذ جميل، الخبر ده لا يمكن ينزل. للأسف يا إنجي، الخبر طبع ونزل، وكمان نزل على موقعنا. بس كده تبقى صحافة صفرة. معاك حق. وهيتقال على الجورنال بتاعنا إن جورنال أصفر. معاك حق. ورئيس تحريرنا أصفر. لا في دي مش معاك حق، لأن أنا وش أحمر وبك دم، بس أنا اليومين دول اللي عامل تاني يعني. فين؟ عرفت التاني يا جميل؟ جميل في دفعتك، أنت واللي شغلك في المنصب ده. بتقولي حاجة يا إنجي؟ لا يا فندم، سناني وجعاني بس وجز عليها. في حكاية سمانك لهم دول. يا ست إنجي، يا ست إنجي، أنا كنت عاوز حضرتك في موضوع مهم. خير يا عم مغاوري، في إيه؟ العمارة بقى سميته، أستغفر الله العظيم. عمارتنا؟ ليه يا مغاوري، في إيه؟ بسبب الدكتور اللي اسمه سمير دي. أنت ما لقيتش غير الدكتور سمير؟ ماله دكتور سمير، اشمعنى؟ عشان العمليات اللي مش ولا بد اللي بيعمله دي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا مغاوري، في ايه؟ بالراحه كده، انا مش فاهمه منك حاجه. هو حضرتك ما سمعتش عن عمليات التجميل اللي هيعملها للفنانه نرمين بدر؟ ايه، وانت عرفت منين انت كمان؟ قريته على النت. يا مغاوري، مش كل حاجه بتتكتب على النت مظبوطه، في حاجات كتيره قوي كذب واشاعات، وانت عارف كويس قوي ان دكتور سمير دكتور امراض نساء، يعني ما بيعملش عمليات تجميل. وحتى يا سيدي لو بيعمل عمليات تجميل احنا مالنا؟ وايه اللي فيها استغفر الله العظيم دي؟ ما اعرفش، بس انا حسيت لما قريت الخبر انه حرام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا مغاوري، امشي من قدامي دلوقتي بدل ما خليك تحرم تقف معايا، وممكن اخلي خلقتك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وانت من اهله.